السلام عليكم ورحمة الله. نكمل يا باشمهندسين في الفيديو الجديد من سلسلة إعداد مهندس مدني. المرحلة الجديدة اللي بيمر بها المشروع مرحلة رقم 6، وهي مرحلة ترسيط العطاء والتعاقد. طبعا احنا مرينا على مراحل كتير في المشروع زي ما اتفقنا. شفنا مرحلة دراسة المشروع واستكشاف الموقع. مرحلة رقم 1 قلنا دراسة المشروع، مرحلة رقم 2 قلنا استكشاف الموقع، مرحلة رقم 3 قلنا التصميم، بعد كده رقم 4 قلنا اللي هو إن إحنا بنبدأ نعمل مستندات المشروع، رقم 5 قلنا إن إحنا بنعمل طرح للمشروع، وهنا رقم 6 مرحلة ترسيط العطاء أو التعاقد. طيب هنا قالك بتشمل هذه المرحلة فتح المظاريف وفحص عروض الأسعار وتقييم قدرة المقاول على تنفيذ المشروع من خلال سابقة أعماله وخطابات الضمان المالية التي يقدمها، يليها اختاره كتابيا بأمر التكليف بأعمال التنفيذ وتحديد موعد معه لتوقيع عقد الاتفاق. وفي حالة عدم حضور المقاول في الموعد المحدد يتم إرساء العطاء للمقاول الذي يليه في قيمة إجمالي سعر المشروع مع خصم قيمتي سعر المشروع من التأمين الابتدائي للمقاول الأول ورد باقي التأمين إليه مع إخطاره كتابيا بذلك. ويقوم الملك برد قيمة مبالغ التأمين لباقي المقاولين الذين لم يقع عليهم الاختيار. تعال نفسر بقى. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على مرحلة ايه؟ مرحلة ترسيط العطاء والتعاقد. طبعا احنا لما عملنا طرح للمشروع حصل مناقصة أو حصل مناقصة عامة أو محدودة أو محلية أو إسناد مباشر أو أيا كان. طيب إحنا عملت المناقصة وجالك عدد من المقاولين، كل واحد قدم لك مظروفين، مظروف مالي ومظروف فني. المظروف المالي المقاول موضح لك فيه اللي هو هياخد المشروع ده بكام، فانت طبعا بتحتاج ان انت تشوف واحد بسعر مناسب. في واحد بيقول لك الله انا يعني هاخد منك المشروع ده مقاولة ب10 مليون جنيه، في واحد بيقول لك لا ده انا هعمله بخمسة بس. فانت بتبدأ تشوف عروض الاسعار وبتبدأ تشوف مثلا عرض السعر المناسب ليك. يبقى عندنا ده المظروف المالي. طب المظروف الفني، المظروف الفني بيبقى فيه حاجة زي سيفيل الشركة، المشاريع اللي الشركة عملتها، كفاءة الشركة، كفاءة الموظفين بتوعها، كفاءة المشاريع اللي الشركة عملتها قبل كده، إن الشركة دي قادرة إنها تنفذ المشروع طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة. تمام. يبقى في المرحلة دي، مرحلة ترسيط العطاء، بيتم فتح المظاريف اللي هو المظروف المالي والمظروف الفني، وبيبدأوا يفحصوا عروض الأسعار، كل مقاول مقدم سعر قد إيه، وبيشوفوا قدرة المقاول على تنفيذ المشروع ده اللي هو المظروف الفني. تمام. من خلال سابقة أعماله وخطابات الضمان المالية اللي بيقدمها. بعد ما بيفحصوا المظاريف دي بيعملوا اختار أو بيبلغوا المقاول اللي رسى عليه العطاء كتابيا، بيعرفوه ان العطاء رسى عليه وبيعملوا له امر تكليف ان هو هيقوم باعمال التنفيذ، وبيحددوا معاه موقع عشان يمضي معاهم العقد. طيب لو المقاول ده مجاش، لو المقاول ده لما حددوا معاه بلغوه كتابيا ان هو وقع عليه الاختيار وان هو اللي هينفذ المشروع، طب لو مجاش، قال لك لو ما جاش بيرسوا العطاء او المناقصة على المقاول اللي بعديه من ناحية السعر ومن ناحية القدرة الفنية على تنفيذ المشروع. تمام. يبقى بيشوفوا احسن تاني مقاول بعده ويرسوا عليه العطاء وبيبلغوه ان هو يجي يمضي. تمام. وبيخصموا قيمة سعر المشروع من التأمين الابتدائي اللي المقاول الاولاني كان دفعه. احنا اتفقنا ان لما بتيجي تقدم العطاء بتاعك بتدفع حاجة اسمها تأمين ابتدائي، وليكن التأمين الابتدائي ده 5% من قيمة المشروع. طيب انت كمقاول وقع عليك الاختيار، طب الاختيار ده انت ما استعنتش الناس وما رحتش عشان تمضي معاهم العقد،
فبيعاقبوك ازاي؟ بيخصموا سعر المشروع من التأمين الابتدائي للمقاول الأول، وبيردوا بقى المقاولين اللي هم ما اختارهمش. طبعا احنا كان عندنا مثلا مقدم 100 مقاول واختار واحد، طب ال 99 اللي باقيين؟ قال لك بيرجع ليهم قيمة التأمين اللي هم كانوا دافعينها، وبيبلغوهم كتابيا أو برد قيمة مبالغ التأمين لباقي المقاولين الذين لم يقع عليهم الاختيار. يبقى المقاول اللي مش هيقع عليه الاختيار هيرجع له فلوسه اللي كان دافعها كاملة مكملة، وهيقولوا له ان انت ما وقعش عليك الاختيار. بكده يكون فيديو خلص. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.